يا مقصوفة الرقبة يا جميلة. نعم مرت عمي. ليه مالك جالي جليات؟ منجليهم بكرة الصبح مرت عمي. شو صار؟ وليش لحتى نجليهم بكرة الصبح؟ هلا تأخر الوقت ومو حرزانة سخن مي. بعدين هيك العادة مرت عمي. شو عادة ما بدا؟ ليش عم ترفعي صوتك وليه؟ لسانك بقصه والله قص. مرت عمي شبك شبك عم تخانق دبان وشك. شو صاير لك؟ أنا عم خانق دبان وشي يا بنت سعاد؟ ايه انتي صار لك 3 أيام عم تدوري على حشم مشان تعملي خناقة معي. شبكوا شبكوا الصوت كل واصل لراس الحارة. تاتا تا اسمع مرتك المرباية قال أنا عم خانق دبان وشي. قال جميلة صحيح انت هيك حكيتي معاه؟ ايه هيك حكيت بس والله العظيم غصبا عني لك رح اطق رح اسمع رح انفشل انك لها 3 أيام تدور على حشم مشان تتخانق معي وتتفشس فيني. قال صار تضرب الكاسات وصحون برجليها ليش ما شليتهم؟ هلا خطر على بالك نجي المساء؟ طول عمرنا بنجي الصبح. ولك انا اللي عم دور على حشه سامع مرتك عم تفتري علي. انا لا عم افتري ولا عم كذب بس انت مو عارفه انك بتحطي الحق علي. ولك خلص بدك. لا خلص بقى خلص بقى هذا اللي طلع معك خلص بقى. ولك شو بدك يطلع معه لحتى ترتاحي؟ يطلعني لك وشي لقلبك. جميله لا تحكي معي هيك فوتي لجوا الغرفه. هلا رح فوت على غرفتي بس من بكره الصبح هذا الشيء. كيف الكنة والحماية؟ لك هيدولي مثل شباب ما عليهم ربع. هلا بجوز تروح على البيت تشوفهم قاعدين عم يضحكوا وعم يشربوا شاي سوا. شو رأيك؟ والله يا عمي فارس مو نعيني شوفهم عم يشربوا شاي قهوة لك مي قبلان اوقات بصفن هيك بحس انه يعني هي سنة الحياة الحما والكنة مثل القط والفار. اها تسلم لي عينك بقى مشان هيك روق لك ابني وطول بالك ما في شيء الا بنحل. صلي على النبي هيك وروق. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. بس انا يا عمي ابو فارس انا تعبت تعبت لك تعبت ما عاد احسن. ين انا معتز ابو الفوارس. يلا عقيد يلا شريف. مساء الخير ابو الفوارس. لا يسعد لي مساء. ابو الحسن هون. ابو العز شلونك ابو الحسن؟ من الله بخير. خير شايفك مو على بعضها. لا ما في شيء هذا شيء بالبال. بالإذن منكم صباح الخير. انت من أهلهم. مع السلامة. وانت من أهلهم. أهلين بالعقيد. عاد لك اشرب لك كاسة شاي. شو أبو الحسن أبو الفوارس ما له على بعضه؟ لا ما في شيء بس كانت ضايقة شوي خلاو وإجا يفضفض عندي شوي. بس هي بس هي ليك شايات خميرة عود شرب لك كاسة. يسلم وديها. يلا صباح الخير. على راسي. أهلين بأحلى عقيد والله. الله يجبر بخاطرك قوم وغسلي وشك وتعوذي من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما رح غسل وشي ورح ضلني هيك لتاخذني لعند أهلي. قوم إذا بتقدر هلا بيكون أحسن من النظرة للصبح. هيك يا بنت الحلال المرجلي كمان حب. انت حقك على راسي من فوق. اقسم بالله ما بعرف ليش هيك عملت معي. ما بعرف شو صار لي. ان شاء الله كانت انكسرت ايدي قبل ما مدت عليكي.
بعد يصير عن قلبك ابن عمي. أنا بهذا البيت ما عاد فيني أعيش، خلص اختنقت والله العظيم اختنقت. خدني عبيت أهلي وماني راجعة لهون لحتى تاخذ لي بيت لحال، إذا ما بدك طلقني. شو طلقك؟ انا فيني طلقك انا؟ هذا احسن عيش بدون سردياته. ليش هيك عمل فيكي؟ خانقت انا من بشي. هل ام بريس انا بورجيها دلا تجيبي لي ملايتي. طولي يا امي، طولي بالك مرت عمي، طولي بالك. ما بدي طول بالي ولا شيء، دلا تحركي جيبي الملايه. ايه بورجيني يا امي، قولي على قلبي ان شاء الله، قولي علي كسردياتك يا بشير. لا يا حق الله معك يا امي. صاير بينك وبين ابن عمك لحتى ضاربك؟ اوه يا خيرية، بدها تجوزه وانا حاسة انه بشير بده يسمع كلامه. يعني بس مشان هيك ضاربك؟ لا انا رفعت صوتي بوشه. لا ايو، في مرة بتعلي صوت ابوش ابن عمه. الله يهديكي يا جميلة، الله يهديكي. ايه انا برفع صوتي بوش ابن عمي شوي تانية لحصير خدامة عند ام بشير، وانا ما بقبل كون خدامة. لك فهمنا، بدها تجوزه تروح تجوزه، بس مو تجور علي. انا كرامتي فوق كل شيء.